السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم بالخير والرضا والرزق الوفير. ويجيكم واحد راسه مربع يقول لك يا أخي أنت شنو شنو فهمك بشي؟ طبعا أنا فاك المحرك، بدلت جوان الكولاس عم ريح شوي، وبدلت على قولتكم على قولت الألمان الدبرياج الكوبلونج، طبعا فاك الاكسات، هذا جراج مأجره من شخص، تمام. قطع السيارة، فكيت الجير، فكيت يا اخي والله الفهامة هشوف عنكم. هذا المرش، هذا الجير، هاي السيارة، يعني كمان شي ساعة ساعتين بإذن الله تعالى أرسل لكم صور دائرة من أحسن ما يكون. وهالشوفت عينكم، صحيح عطلة وهاي، بس الواحد دائما يستغل الوضع بالعطل. في جراجات للفهمان بالميكانيك، في جراجات آجار تقدر تأجرونها، تغير اللهم صل على سيدنا محمد، تغيرون مثلا كوليات، تغيرون في بس تكتبون على الجوجل مابس ميتة فيرغشتات، بتلاقوا اشخاص عارضين شو اسمه فيرغشتات للاجار. الساعه من 15 ل 20 يورو حسب المنطقه. الله يرزقنا معاكم الصحه والعافيه. طبعا كانت عندي تحتر، غيرنا فاسر بومبا، غيرنا الساريما، غيرت الجوان الكولاس، غيرت الكوبلونج، انا ما احب افك شغله واترك الثانيه، فغيرت الكل. لما يجيك واحد راسه مربع ويقول لك يا اخي انت شو فهمك، تمام، هشوف عينك. بس قاعد اريح شوي لانه ضغطت حالي بالفك والتركيب، مثل ما انتم شايفين ضغطت حالي كثير، مو شوي يعني، مشان اخلص. فهلا بجمع الراس الفوقاني، طبعا خالص الكوف سلندر، بجمع الراس الفوقاني وارجع اجيب الجير اطبقه، انزلهن على القواعد وخالصين. نبلش بالكهرباء والكشاط، وادعونا بالتوفيق، ربي يرزقنا معاكم الصحه والعافيه. هاي للناس اللي روسها مربع دزولهم،